أحمد العمامرة المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية. أهلا بك مرة أخرى سيدي. أهلا. إذا حالة من الاستنفار تعيشها منطقة عين الكبيرة جراء الأمطار الطوفانية التي شهدتها أمس الخميس، هل من تفاصيل جديدة؟ هل تم العثور على الشخص المفقود؟ شكرا سيدي. بالفعل شهدت المناطق الشمالية من ولاية طيف أمسية البارحة تسجيل أمطار رعدية غزيرة اللي سقطت على جل المناطق الشمالية، خاصة منطقة عين كبيرة وضواحيها سطيف وكذلك العلمة عين الناس عموشة وبن عزيز، وقد خلفت للأسف الشديد وفاة سائق عربة تجارية بالغ من العمر 59 سنة. جرفته السيول إلى مجرى واد حيون شرق مدينة عين كبيرة ليتم انتشاله بعد ذلك من طرف فرق الحماية المدنية على بعد حوالي 200 متر من الجسر بعين مكان. وكذلك عمليات البحث متواصلة لأجل انتشال جثة الضحية المفقودة التي جرفتها هي الأخرى المياه بمنطقة الغراقرة شمال مدينة العلمة. ضحية حسب أهالي الضحية أهاليها يبلغ من عمر حوالي 60 سنة. كل إمكانيات مصالح الحماية المدنية مسخرة لأجل البحث على مجرى واد حيون باتجاه واد الكبير بين بلديتي دهامشة وابن عزيز. وفي نفس الأمسية كذلك كانت لنا العديد من التدخلات، حيث تم إنقاذ 7 أشخاص حصرتهم المياه على متن مركباتهم بكل من وريشيا وكذلك بن عزيز وسطيف. وكانت لنا العديد من التدخلات لأجل تصريف المياه الأمطار وامتصاصها وكذلك مساعدة المواطنين، خاصة شكرا لك سيد أحياء مدينة سطيف أحمد العمامرة من العلمة. نعم شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيل الشكر.